ولا مين اكتر بيصاب بيها، الراجل ولا الست؟ هو كلاهما، ولكن المراه بطبيعتها ان هي عندها الوجدان اعلى شويه، فبتبقى اكتر تاثرا بمتلازمه البط. بالمناسبه متلازمه البط 87% من سكان الكره الارضيه بيعانوا منها، يعني تخيل الحجم قد ايه. طب ال 13% التانيين لسه صغيرين، فلما يكبروا هيعانوا برضو منها، يعني للدرجه ان هم اشاروا ان حتى طلاب الجامعات اللي بيتغربوا، يعني بيسيبوا اهاليهم وبيقعدوا في المدن الجامعيه او في بعض الجامعات البعيده عن الاهل، برضو بيعانوا ضغوط حياتيه نتيجه ان هم بياكلوا نفسهم، بيشربوا نفسهم، متحملين مسؤوليه نفسهم بعده عن الاهل، فبرضو بيصابوا بمتلازمه البط. متلازمه البط في بعض المجتمعات بتؤدي للانتحار، يعني في ناس من كثر الضغوط الحياتيه اللي عليها وما عندهاش قدر من الصلابه النفسيه ولا المرونه الذهنيه ولا مهارات حل المشكلات، فبالتالي علشان يعملوا ازاحه للضغوط اللي عليهم قد يلجأوا للانتحار.